استقالة رئيس نادي مودرن سبورت فيوتشر سابقاً بسبب أزمة أحمد رفعت. أحمد رفعت قضى شهرين في جهاز الرياضة بيتمرن ويتدرب بإشراف نادي مودرن سبورت. تصريحات مفاجأة وتفاصيل جديدة ومثيرة بيكشفها نادي مودرن سبورت في بيان رسمي. يا ترى إيه الحكاية؟ كان بيان مودرن سبورت اللي كشف التفاصيل الكاملة للوفاة كالتالي: يتقدم الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إدارة نادي فيوتشر سابقاً مودرن سبورت حالياً خلفاً للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2023. منذ ذلك الحين وبذل وأعضاء مجلس الإدارة المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادي وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كرة قدم يليق بمكانة النادي، وتم إنشاء مقر إداري جديد للنادي داخل هيئة استاد القاهرة على أحدث الطرز المعمارية وبكافة التجهيزات، ولم ندخر جهداً ولا مالاً ولا وقتاً لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محلياً وقارياً، وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع أندية المسابقة، إلى أن وصلنا إلى حدث جلل وفاجعة وهي وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة. وبناء على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التالية التي لا رجعة فيها: تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل. قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع، تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة الفترة الماضية بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادي اعتبارا من سبتمبر 2023. وأنهى مودرن سبورت بيانه بتوجيه الشكر من الدكتور وليد دعبس للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الأعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزيته لأسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب في رحيل أحد أبناء الرياضة المصرية. ده كان بعدما أكد نادي مودرن سبورت بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل لا يعبر عن الحقيقة وإن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الاهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته. دي كانت آخر تطورات أزمة وفاة اللاعب أحمد رفعت، وما زلنا في انتظار التحقيقات الرسمية من وزارة الشباب والرياضة. ربنا يرحمك يا رفعت، ربنا يرحمك يا فقيد الشباب.